السائل اللي يريد مثلا النقله وبين السائل اللي يدخل من الصفحه الثانيه هسه المولين غيره حتى يصير توازن وين على الاوجه زين بحاله الفحص هسه هو راح يطبق من جهه واحده شو راح يصير سير الجهه؟ هو هذا فحص ستاتيك مو دايناميك يعني هذا يختلف يعني هو فحص انه في حاله عدم وجود حركه دوران سلط عليه ضغط 25 بي اس اي وشاف هل صار ليك يعني عبر الهواء من خلال الجزئين المتلامسين او من خلال الاورينج وشو قال لك؟ يقول لك خلال دقيقتين لازم ما ينزل اكثر من 2 بي اس اي 2 بي اس اي اذا نزل اكثر اذا يحتاج جميع هذا الضغط يعني يعتبر فاشل بس هذا شنو؟ هذا بحالة السكون يختلف عن في حالة التشغيل راح يصير حركة عندك فهي حالة البارير فلو لازم الضغط ماله شوية أكثر من السافكس بريشر هذا إن شاء الله أمور اللي تتعلق الحقيقة بالبمب بعض الامور اللي تتعلق مثلا بالصيانه والتشغيل حتى بعدين ننتقل ايضا الى الامور اللي تتعلق بالميكانيكا سير. هنا شو يقول لك هاي الملاحظه؟ بالنسبه للبمب اذا كان هو مصمم على درجه حراره معينه شويه عاليه لانه الفلود اللي راح يمر بها عالي فبنصير احنا نبتدي من درجه حراره واقل. يعني نفترض مثلا هو مصمم انه في درجة 100 السائلين وقفين بدرجة 80 فاحنا ما شغل درجة 20 شو نسوي؟ نسخن السائل ندخل فيه وبعدين نشغل يعني هاي هذا نقطة واحدة يعني يهتم بيها في بداية فحص البامب السيفتي امور السيفتي كلش مهمة طبعا ما تعرف يعني نسوي صيانة مثلا لازم شو تسوي؟ لوك اوت تاك اوت يعني عزل تام عزل ميكانيكي عزل كهربائي تتأكد من انه معزول كهربائيا تماما ميكانيكيا تماما و وراء مثلا من تستخدم وسائل الرفع ليفتنج اوبريشن لازم ينشال بشكل متوازن الرفع منين يصير؟ من الاي بوت هم يسموها الاي بوت العلاقات هذا شنو يقول لك حتى اللي تريد ترفعها المضخة ترفعها من خلال الاي بوت ما يصير ترفعها من البايب او من الفلنج يعني احيانا يعني هذا مثلا اللي ما عنده خبره بالرفع شو يسوي مثلا لب شد ال وسيله الرفع اي شده وين؟ بال مثلا بال بالدسشارج او بالسكشن فلنج هذا خطا ليش هذا راح يسوي تحليل على جهه ضد جهه فدائما هم يحطوا لك الاي بوت يخلوه بحيث من يرفع بشكل متوازن. هذا المشكله انه يرفع الليفت بوت. نعم. هي طويله تقريبا 7 متر اذا رفعناها باللاي بوت. ايه. شو تنزل قبل شو اسمه راح تصير هيك هم يكبوا بيع البوت بس واحد؟ 100 او 4 بس انت ليه تنزل بس البيرنجات تحمي البيرنجات تحمي ما تحمي هذه شو مره صارت عندنا مشكله وجابوها من الورشه من الوتر تيك صارت ورجعناها ايوه لان كان تفصيل لا والله بالطساء اي هو بالطساء خاف ما خاف من هذا السيتنج لا لازم كلش يعني الرفع والتنزيل كلش مهم جدا لانه قد يعني انت تعبك كله يروح اذا تلف جزء من المضخه وهي كبع سعرها اذا انضرب شيء من المضخه اثناء الرفع يعني تعبه كله بالاضافه الى الخساره